بدأت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد بعروض متنوعة. شارك فيها اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء في الفعالية بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. هذا ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات بفعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر في كافة مراكز ومدن المحافظة. شمال سيناء درع مصر الواقي هكذا كانت وستبقى، كلمات تعالت في سماء الحرية في الاحتفالية التي نظمتها محافظة شمال سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. الاحتفالية التي شهدت حضورا شعبيا ورسميا قام فيها محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري على قبر الجندي المجهول وسط حالة من الفخر والعزة والكرامة بدور القوات المسلحة في تحقيق الانتصار والحفاظ على الأرض. انتصار حرب أكتوبر 73 كان أعظم انتصار لجمهورية مصر العربية في التاريخ الحديث. الانتصار لا يتوقف على مسألة عسكرية أو مسألة سياسية، ولكن روح هذا الانتصار امتدت لتتغلب محافظة شمال سيناء وتتغلب جمهورية مصر العربية على الإرهاب في خلال فترة قصيرة جدا جدا، وتمتد هذه الروح لاستكمال المعركة الأكبر في تاريخ مصر وهي التنمية وتغيير شكل القطاع. كما شهدت حضورنا من قيادات ورموز القبائل السيناوية التي كانت الداعم للقوات المسلحة سواء كانت في حرب أكتوبر أو حتى فترة القضاء على الإرهاب وانطلقت بعدها نحو البناء والتنمية. طبعا دور المجاهدين ده يعتبر الأدوار المهمة في حياة أبناء قبائل وسط سيناء، لأن هم اللي سابوا لنا تاريخ، سابوا لنا اسم، يعني هم ضحوا بكل ما يملكوا من أجل أن نسعد ونعيش اللحظة دي وسيرتنا من العطر الطيبة احنا ماشيين عليها لغاية دلوقتي ان شاء الله. مين في العريش وفي شمال سيناء بعد الانتصار على الارهاب، وذلك انتصار اكتوبر ده ليه طعم خاص ومذاق خاص لان احنا حاسين بالانتصار على الارهاب الغاشم بشمال سيناء. انت بتتكلم على تطوير تعليم حكومي، فانت لازم تقول ان الورق والقلم بيقول ارقام، فعندي النهارده من 1000 طالب ل 5000 طالب، لا بنشهد تطوير حقيقي للتعليم في شمال سيناء، والشاهد هو العدد اللي موجود على أرض سيناء. تعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين دفع فيه المصريون ثمنا غاليا من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن وهي سيناء. في نفس التوقيت وفي كل عام تحتفل محافظة شمال سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة، هذه الانتصارات التي عادت للشعب المصري كرامته وعزته وأثبتت قدرة الجيش على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه وشعبه. وكل عام والمصريين دائما في انتصاراته. من محافظة شمال سيناء، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.